البنات وهانتوما كما قلت لكم هذا الصباح المورال كان هابط، شافني راجلي هكا قال لي نوضي نضربو دغيره. مشينا حتى للكناس، جينا نتغداو في الكناس، ومن هنيت نتغداو التغذيه ديال رمضان. احنا دابا جالسين في واحد البليصه كتعجبني بزاف، سميتها البالي دو كوك. صراحه كيعجبني الا جيت لهنا، يا اما ناكل هنا يا اما ناكل في الزيتون. عندهم حتى في الزيتون كيديروا لي بلا ديال الحوت زوينين. هذا النهار وبما انه احنا قرابين هنايا في حمريه، قلنا علاش لا ندوزو غير لهنا، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد اللحظات. المهم منين غيجي الغدا غنوريكم المنيو ديالهم شنو كيكون فيه. هانتوما البنات، هذا هو الماكله اللي عندهم. المهم ما نقول لكم شي حاجه واعره، يتجا شي حاجه معتاده كناخذوها في الدار. وليني هذا البنه كيعطوك شويه المايونيز، شويه لاصوص، خبيز. المهم هانتوما البنات، ما بغيتش نصور الافراد، صورت لكم غير الماكله. المهم تغداو وشنو ما درت هذا النهار غنبارطاجيها معكم. هانتوما البنات، احنا دابا في مرجان. المهم حنا راك عارفين العيالات مضروبين على الميعنات وعلى قريعات. المهم داك الشيء مأنتك البنات، كيحمق كيحمق كيحمق. المهم نقلب صراحة على واحد قراعي ديال لي بات ما لقيتهمش. المهم دابا البنات مرجان عامر، ما عنديش كي ندير نصور معاكم. المهم غنتقدى ونرجع للدار غنبارطاجي معكم كاع التقديه. المهم الا بانتي شي في جيبه غنصور لكم. شنو البنات، من بعد ما ساليت التقديه قلت غنضرب دويره في جهه الماعن. ساعه الصراحه البنات الاثمنه طالعين في الماعن بزاف. وبيني وبينكم ما بقاوش كيبغيو يخليو شي حد يصور. المهم انا غير غنخف لكم القيطات وخلاص، ما بقاوش كيبغيو يخليو لي يصور هادشي. نتوما البنات بحال هاد الباك ديال المغارفه هادا دايره 55 درهم، صراحه البنات زوين 55 زوين صراحه عجبني. هادا ماما زوين ياكي، هادا الصراحة احسن من دوك اللي بقاو عندي دابا. هادا هاد البنات بعد ما جيت من المرجان وخويت هذا الشيء اللي جبت من السويكات ديالو، هذا قلت غنشارك معكم المشتريات اللي خديت. خديت البنات غندير لكم بالميعنات جوج قريعات ديال العصير، شي حاجه زعما. المهم غير عجبني الشكل ديالو مع جين اسورتي مع الكويسات. الثمن ديالهم رخيص البنات، ما كانش 10 درهم الوحده. وخديت هذه الباكيات الكيسان اللي كتجي اسورتي معاهم ديال العصير نيت، حتى هي بشي 20 درهم ولا ما كاملاش. خديت جوج باكيات كيعجبني، ديما ناخذ الزينه ديال 12. شنو واحد اخر خديت البنات، خديت جبلي الثمن ديالو مناسب، كنبغي السحور عرفتي كيطيح بشي 210 تقريبا الوحيده. خديت بجوج هكا اربعه. شنو اخر البنات، خدينا فرماج، خديت باكيه ديال الفرماج كتجي حتى هذه كطيح اقتصاديه. خديت البنات الزبيدات حتى هادو في هاد لي باك هادو كيجيو اقتصاديين، راكم عارفين بالنسبه للبيتزا كريب هذا كيتحتاجو. شنو نقول لكم، واحد اخر خديت كنور، كاين اللي ما كيبغيش يستعمل كنور، انا كنستعملو بزاف صراحه. خديت 6 غير الاخرين صدقوا لي ديال السمن، وانا ما كنبغيش السمن، ما عرفتش كيدير لنا حتى الزينه، كانت حتى بنتي كتهز معايا وصدقوا ديال السمن ما عرفتش. خديت البنات درا معلبه، هذا المنتوج ديال فايزه عرفتي زوين ورخيص. خديت شامبينيون هكايا، راكم عارفين دابا رمضان الخبيزات هادي. خديت الخنامر باكيه جوج باكيه الخنامر وخلاص البانيه. شنو خديت البنات اخر، انا خديت الكاشير البنات على حساب البيتزا والخبيزات وهذا. خديت موتزاريلا زوينه عجبتني، هادي دايره 360 ريال زعما عجبتني، بنت الاقتصاديه صراحه ما عمرني جربت هاد الماركه هادي، غادي نجرب ونشوف. كتشوفوا هذه كيبغيها راجلي، هاد اكواريوس كيبغي ديما خدا وحده، كنحس براسو عيان وفيه النعاس، خدا وحده شربها تما. هذه صراحه ماشي رمضان غير كيبغي يشربهم، راه زوينه البنات اكواريوس عرفتي كتعطي انرجي غزاله. خداوها خلاص كيبغيو بناتي هاد ايس ديال الاناناس البنات غزاله، دايره بحال شي عصير. خديناهم غير لدابا زعما ماشي رمضان. خديت هاد الفلون بكيس ديال الفلون تقريبا كندير نهار نهار لا، درت لها هكايا ديال الفلون.
شغل نقول لكم البنات خديت طون زوين هاد الجوري عرفتي فواحد تمشي 300 درهم ثلاثة على سوم 5 درهم الوحدة عرفتي اقتصاديا. خديت فيلم اليمونتيغ. شنو اخر البنات خديت صوص صويا خديت مطيشة بالحق غتقولي لي خديتي بزاف البنات تقريبا كندير كنحسب شحال ديال المرات غادي ندير الحريرة كوكوط شحال الكوكوطات غادي نستعمل الحريرة تقريبا كناخد الى احتاجت غنعاود ان شاء الله نرجع في رمضان المرجان. خديت لي شامبينيو بنتي هذا كوريشون كتبغي بنتي بوزيسيون ديال الكحل هذا بالنسبه للبيتزا زوين حلو ما فيهش داك المراره. خديت الكورن فليكس لبناتي خلاص هذا ديما بناتي هذا العسل عرفتي ننصحكم به البنات انا بصراحه كبيره وكناكلو غزال 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 ما نقولكمش. خديت ميو بالماعون اقتصادي بزاف هادو بشي 260 ما عقل 260 360 والله ما عقلت حسب الماعون. وخديت جافيل هذا كلوريل راه نروح جافيل البنات هذا تقريبا كنستعمل نص لتر في 5 لتر د الماء كيدوز لي شهر بيدو كيدوز لي شهر. خديت الزيت للرومية خلاص 5 لتر. شنو اخر خديت خديت البنات هاد الاندومي كيحماقوا عليها كيموتوا بناتي على هادي ولقيتها نيت بروموسيون. خديت ديودورون ما نسيتش راسي بالطبع خديت هاد ديودورون او شاوا ننصحكم بها البنات طبيعي وغزال غزال غزال ما فيهش الكول وبخصوص هذا فيه الطيبه ديال الكوك مع لارجين بلون والفاني عرفتي غزال ما نقولكمش. شنو خديت اخر خدات بنتي هاد المشيطار خيطه بزاف 5 دراهم ما عرفتش عجباتها ديرها. خديت مقطع من هذا البابي جينيك حنا كناخذو كنستعملو بزاف. او خديت الكوش من بنتي باقا بنتي كتستعمل الكوش. وشنو اخر خديت البنات هادي ما خديتهاش من المرجان خديتها من اتقدم ما خديتهاش مرجان زوينه ننصحكم بهاد الشعريه ديال الرز راه احسن ديك الشعريه الصينيه هادي صحيه وزوينه حتى كتجي بنينه واقتصاديه هادي راه شوفي شحال فيها 280 280 ريال غزاله يا البنات غزاله غزاله. خديت هاد الليله نجيت على حساب بنتي كيعجبني ريحتهم. او شنو اخر البنات ما وريتكمش سنيده غادي شوفوا كنستعمل بزاف سنيده راه خديت شي شي 4 د الباكي ما عرفتش ولا 5 د الباكي من هذا النوع ديال سنيده سنيده رخيصه في البنات في المرجان ما عارفين رمضان لها العصير بزاف البلون هذه هذه كنحتاج سنيده وقيله هذه التقدير خديت ما كناخذش داكشي ديال الطحين وهذا من المرجان لان الاثمنه ديالو مقارنه مع الحانوت كيجيني الحانوت رخيص. كانت هذه المشتريات ديال هذا النهار اش غادي نقول لكم البنات ما كنسخاش بكم بالطبع ودعيوا معايا يرجعوا لي فيديوهات القناه لانني محطمه نفسيه جدا والله العظيم كنضحك غير قلت نفسي ما نقول لكمش لان الخدمه ديال شهر تقريبا ولا شهر ونص مشات لي في والو في خطا بسيط 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 وقدر الله ما شاء فعل اللهم لك الحمد اش غادي نقول لكم ودعيوا معايا يرجعوا لي فيديوهاتي المهم غنحاول ما امكن نرجعهم لان باش يرجع لي المحتوى القناه وكنتمنى انكم ما تخلاوش عليا واش غادي نقول لكم مبروك عواشركم ومهم غنحاول نعطي الجديد باش ما تستمر القناه وطبلت عليكم باي باي عليكم تصبحوا على خير ولا لا كان الصباح تكملوا نهاركم على خير يلا باي باي.